ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير. هذا تمرين من تمارين اللعب اثنين ضد اثنين بجانب بدني مهم هو الركض السريع. هدفين، منطقة 40 ياردة، مزيد 40 ياردة أحسن عشان يكون التمرين ضمن منطقة تليق وتتوافق مع تو اثنين ضد اثنين. ويوجد ثلاث لاعبين، مو اثنين من اللاعبين، ثلاث لاعبين بكل مجموعة يكون أحسن. إذا عندك أربع لاعبين لا بأس، عشان اللاعب يشتغل مرة واحدة يرتاح ثلاث مرات، لأن بيشده شوية. توضع علامات، هاي العلامات تشوفها على مسافات تقريبا لا تزيد عن 10 ياردة عن الهدف، هنا لا تزيد عن 10 ياردة عن الزاوية. التمرين كالتالي، عندما يعطي المدرب اللي هو عنده الكرات ويكون المجهز الإشارة، ابدأ أول لاعب من كل مجموعة يبدي بالركض حول الأقمع. شوف، يبدي يركض من الداخل هذا القمع، ثم يلف ويركض للخارج هذا القمع، يلف حوله ويدخل. نفس الشيء يعمل هذا، نفس الشيء يعمل واحد، نفس الشيء يعمل ثلاثة. يعني الأرقام مو متشابهة، أريد يعني أول لاعب، لأن أول لاعب ثاني لاعب ثالث لاعب رابع لاعب بالتتابع واحد وراء الآخر. فالتمرين هو ابدأ اللاعب الأول من كل مجموعة الركض حول العلامتين أو المخروطين أو الشاخصين أو أي علامات، المهم تكون شوية عالية عشان يصير استدارة حادة حول العلامة. فهنا يعني احنا ناخذ واحد والبقية نفس الشيء يسوون، سريع استدارة سريع، ومن الخارج هنا استدارة سريع للداخل. المدرب يختار أحد اللاعبين من الأربعة يلعب للكرة في لحظة الاستدارة. الفريق اللي يستلمه والزوج اللي يستلم الكرة مهاجم، الزوج اللي يستلم ما يستلم الكرة مدافع. إذا تو أجينست تو، معركة للتسجيل بالهدف والدفاع عن الهدف، أو لمحاولة التسجيل بالهدف، محاولة الفريق المدافع لإعادة ربح الكرة والانتقال إلى الهجوم، بينما الفريق المدافع ينتقل، المهاجم ينتقل للهجوم من يفقد الكرة ويصير ترانزيشن بي. لعب اعتيادي اثنين ضد اثنين، لكن القيم التدريبية كثيرة. واحدة من أهم قيم التدريب هذا أنهم في جانب بدني مهم هو يسموه الركض السريع، ينتهي باللعب. يعني في ركض سريع ينتهي بهرولة، في ركض سريع ينتهي بوقوف، في ركض سريع ينتهي بقفز. بدني بدني بدني، لكن هذا ركض سريع ينتهي بما يعرف باللعب تو أجينست تو. واللعب تو أجينست تو هو من أولويات الألعاب اللي يسموها سمول سايدد جيم. فهاي تمارين جيدة ومهمة، ويجب أن ينتبه لها مدربين اللياقة البدنية انتباه جيد. إذا كان عندك أربع لاعبين بكل مكان، فيصير ثلاث دقائق راحة، ثلاث دقائق راحة، ثلاث دقائق راحة، ثم تدخل المجموعة إلى ما يعرف بالوحدة التدريبية ومفاصلها المتبقية. هذه التمارين هي فكرتي وفكرة الآخرين طبعا، وليست فكرتي فقط، اللي ممكن أن بين يوم ويوم تكون في الوحدة التدريبية، اللي بيها نوع من التحدي الكومبتيتيف، بيها تشالنج تحدي، بيها تنافس كومبتيتيف تشالنج تحدي، بها نوع من السباق بين اللاعبين. ويا ريت لو تسجل الأهداف لكل فريق يحوز على الكرة ويعلن الفريق الفائز. لا تلعب هذه المباراة أكثر من 12 دقيقة، اللعب وراح ثلاثة بثلاثة بثلاثة دقائق للعب، بيناتهم دقيقة بدقيقة راحة، يصير تقريبا 12 دقيقة جيدة. أما إذا أردت أن يكون هذا تدريب رئيسي وتكبر المسافة وتجعله تمرين رئيسي، فعليك أن تزيد لثلاث دقائق إلى مثلا أربع دقائق راح دقيقتين، أربع دقائق راح دقيقتين، أربع دقائق راح دقيقتين، يكون عندك ما يقارب العشرين دقيقة تمرين جيد تتبعه باللعب بنفس الساحة، أربعة ضد أربعة أو ثمانية ضد، بنفس الساحة تقسيمه ثمانية ضد ثمانية، لأن أنا عندي بكل مجموعة أربعة، فألعب مباشرة بعد هذا التمرين، بعد راحة لمدة دقيقتين، بعد ريفريشنج مي، المي مهم بالريفريشنج، تلعب تقسيمه لمدة 20 دقيقة، شوطين كل شوط 10 دقائق، وتبدل الأهداف 8 against 8
بأربعين ياردة تريد تكبر المسافة تسويها 40 في 60 لا بأس، لكن بعد هذا التمرين يفضل أن يأتي تقسيمة نسميها بالعربي تعلمتاني بالخليج أسميها التقسيمة، وهي اللي نسميها السكريمج جيم، مباراة ودية، تريننج جيم مباراة تدريبية، 8 ضد 8. من أحسن التمارين هي تمارين اللعب 8 ضد 8، ومن أحسن التمارين اللي تأتي بعد هذه الأشكال اللي الآن أنا أشرحها من تدريب اللياقة اللي ينتهي باللعب هو أن تلعب تقسيمة. أنا الدكتور موفق المولى، وهذا برنامج تطوير فكر التدريبين المدربين العرب، وهذا يعني مادة من ثقافة رابطة المدربين المحترفين العرب التي تسعى إلى تطوير مهارات التدريبية لكافة المدربين العرب سواء ممن يعملون في الوطن العربي أو خارج الوطن العربي. شكرا جزيلا، رمضان مبارك.